فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم لبس خاتم الفضة بالنسبة للرجل؟ لا بأس به، لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ خاتما من فضة. وأما الذهب فلا يجوز، لا يجوز الذهب، استخدام الخواتيم من الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه خاتم من ذهب، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم منه وطرحه في الأرض، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. فالرسول منعه من لبس الخاتم الذي من الذهب. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.